ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا للتفتيح الفوري، سواء للوجه او للرقبه او لايديكي، وكمان ممكن تستخدميها للركب والاكواع. الوصفه دي مضمونه ونتائجها فعاله من اول استخدام، ان شاء الله هتلاقي تفتيح فوري. يلا بينا ونشوف اول مكون معانا يا بنات. هناخد كده نص معلقه من البيكنج باودر اللي هي الخميره بتاعت الحلويات، طبعا عارفين ان هي يعني وهم كده في التفتيح، ودلوقتي بيتعمل منها غسول وكريمات للتفتيح. المكون اللي بعد كده يا بنات هناخد معلقه من اللبن البودره او الحليب المجفف، طبعا كلنا عارفين قد ايه ان هو حلو جدا في التفتيح. هنقلبهم كويس كده مع بعض. بعد كده هنضم لهم او هنضيف ليهم معلقه من الزبادي او الياغورت الطبيعي زي ما احنا شايفين كده. لو احتاجنا زبادي هنجيب تاني زبادي ونحط. هقلبهم كويس جدا لحد ما اكون قوام كريمي. خلاص يا بنات انا قلبتهم مع بعض بالشكل ده، تحسي كده ان حصل فوم، لان طبعا البيكنج باودر بتتفاعل مع الزبادي زي ما احنا شايفين كده. ده القوام اللي انا محتاجاه. طبعا لازم اغسل بشرتي كويس جدا قبل ما استخدم الماسك ده، واغسلها كمان بميه دافيه، وبعد كده هفرد الماسك واسيبه حوالي 20 دقيقه، وبعد كده اشطف بشرتي بميه فاتره وعلى طول بميه بارده بعد كده، او لو عندك مكعبات تلج في الثلاجه مشيها على بشرتك. وزي ما بقول الخطوه الاهم اللي هو الترطيب، بعد ما نستخدم الماسك لازم ترطبي بشرتك على طول. بتمنى الفيديو عجبك، ما تنسيش تعملي لايك وتشاري لصاحباتك علشان يستفيدوا منه. لو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا مفيش اسرع من كده ماسك. ان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.